مرحبا، فرح شقير من اي بي. اكيد انا بثمن على النقاش اللي سمعته من شوي، واللي يعني ركزتوا فيه على دور الشباب من ناحيه مبادرات اللي ممكن او رياده الاعمال والمبادرات اللي ممكن الشباب تكون فيها، وكمان يعني قدره الشباب من انه تحسن مهاراتها وتحسين كمان اكيد القطاع التعليمي اللي حكيت عنه الكساندرا. بس انا بدي انطلق من نقطه قصي شوي لمحلة، اللي هي فكره انه كمان فكره خطوره انه نحن نكون عم نناقش موضوع البطاله وموضوع فرص العمل والفرص الاقتصاديه، نحن بس عم نركز على شو الشباب اللي ممكن تكون فيه. فبس بدي ارجع اذكر انه كمان التقرير، وهذا اكيد جاء دكتور جاد شعبان والكسندرا ودكتور نادر قباني حكوا وبيعرفوا كثير منيح، انه التقرير بيركز كمان على مش بس دور القطاع الخاص، بس كمان شكل البنيه الاقتصاديه الاجتماعيه والعلاقات النفعيه والسياسيه اللي بتأدي او بتغيب اي حوافز ممكن تكون لدى القطاع الخاص انه يستثمر بالشباب او حتى الموظفين اللي بيشتغلوا عنده. مشان هيك احيانا كثير يعني مثل ما ذكرت ميشيل انه الشباب بيبقوا سنتين وثلاثه، ايه لانه ما في حوافز يبقوا اكثر، ما في مت كارير ليفل باكثريه الشركات، حتى الشركات الكبيره ما كثير في مت كارير ليفل اوبورتونيتيز للشباب ممكن تنطلق من خلالها وتحس انه هي ممكن تستثمر بهذا المكان. في بس نقطة أخيرة، الكومبتيتفنس ريبورت اللي بيطلع بيحكي وبيذكر إنه معدلات الربح أو الربحية عند القطاع الخاص في العالم العربي هي من الأعلى عالميا. نعم. فضروري نسأل شو دور القطاع الخاص وكمان دور القطاع أو دور الدولة، مش بس بتحديد البنية التشريعية. بس لا خليني، لانه الشباب يقدروا يفتحوا وظائف يفتحوا مكان عمل، بس كمان تحد من احتكارات السوق ومن سيطره قطاع خاص نفعي على السوق. شكرا. تفضل. اسامه العيسي من تونس، ماركتينج ستودنت. في الحقيقه الجزء المضيء في تونس انه الشاب يستطيع فتح شركه في 24 ساعه. فماش مشكله التشريعات مش موجوده. وتونس يعني قلنا على المستوى الافريقي في ريادة الاعمال ومرتبة 42 وقبل 42 على المستوى العالمي، هذا جزء مضيء. الجزء الاسود هي عقلية ريادة الاعمال، انه في تونس ريادة الاعمال مش حل، مش التمنى. ريادة الاعمال لازم تكون عقلية، عقلية نزرعها في الشاب من يكون هو صغير، عقلية نزرعها في الشاب في تكوينه، في تكوينه الدراسي. مثلا في تونس بيتخرجوا ناس مانجر، يعني مانجر بيعمل مانجر، لكن لو تعطيه شركه وتقول له تيك يعني تيك السوسيتي واداره الشركه، ما يستطيع فعل شيء. المشكله انه الانتربرونيريال انها تكون في اختصاص للانتربرونيريال، مش يعني. والمشكله ونقطه اخرى هو نقطه الايكونوميك موديل. الايكونوميك موديل لازم الشباب يفكر في نيو ايكونوميك موديل، في الفريلانس، الكراود فاوندينغ، مش نخمم في الطريقه الكلاسيكيه الماسك ثينكينغ اوت اوف ذا بوكس. هذه صار. اوكي، شكرا جزيلا. هلو، مثل ميشيل محايد اعتذرت انه ما مفتاحك عربي، انا كمان و I'm going to talk in English. Yeah, very bad. So I want to bring this to the attention of the changing reality. And as part of the youth and the civil society of Lebanon, it really, it's something to really consider that the educational system hasn't changed in the last 500 years or so. And that is problematic when we're talking about changing reality. As Mr. Nader had spoken, we should, in this case, move more towards the experiential learning of education. And I would even argue that with the exponential rise of technology, it is so easy nowadays to gain access to the best lecturers in the universe, in the world, from
Princeton, from Yale, from Harvard, from all these universities, or even from the most basic steps in math or in any other subject, from, for example, Khan Academy to Coursera, which specializes in the most personalized manner from a very diverse range of subjects. So I think in that changing reality, we should really acknowledge this, and we should really, for example, lower the prices of our educational systems and allow more people to come into the picture of education in the intellectual world. I also think, with this in mind, something that our economical model is not acknowledging anymore is the fact that it's become really competitive and everyone is just being educated into competitiveness. And I think collaboration has just been taken completely out of the picture. And I think changing from that perspective, from the perspective of grades and numbers and you know, just classes and lecture-based and uniformity to a space where people can correlate with one another and can speak and can, you know, lead fruitful projects in terms of service, in terms of intellectual activities, in terms of whatever it is, I think that would bring a sense of collaboration in the world. It would bring compassion. It would bring exactly what the youth needs. So yeah, it is true that we don't have municipalities that take care of small businesses. It's true that we don't have much support from NGOs. We do have a little, of course, like you guys mentioned, but we don't have all that support. So I would ask, for having the privilege of standing in this prestigious university, to please just acknowledge the fact that so many people don't have access to this quality of education, and so many people are just being, you know, taken. I think we should acknowledge everything. And I think the whole economic model, I think everything eventually stems from the educational systems, and we can really need a prosperous future in this way. وعلاقاتها بانتظارات الشباب في بلدنا الربيع العربي مثلا من تونس اللي هي بلادي الشباب يحمل الدوله الفاسده مسؤوليه البدايه. الترمينولوجي مهمه جدا هنا في تونس، لا نقول العاطلين عن العمل، نقول المعطلين عن العمل، ان هناك من يعطلهم عن العمل. يعني الدوله الفاسده تتحمل المسؤوليه كما تحملت مسؤوليه بدارتهم، ستتحمل الان مسؤوليه إيجاد عمل لا أقلام. وهذا في الحقيقة يخلق أثر عكسي، لأنه كما تفضل الأخوان يعني المبادرة، روح المبادرة يقتلونها في الشباب لصالح انتظار عمل في القطاع العام لا يمكن أن يأتي في الظروف الحالية. نعم، مظاهرة. الأخ في الخلف وبعدين السلام عليكم. عمر من السودان، أنت من مشرق. قبل CEO لشركة جيم بوركي. حتكلم عن الانتربرنورشيب في السودان. مؤخرا ظهرت عندنا ثقافة الوكالات العالمية الستارت اب ويكند امباكت هاب جيت ان ذا رينج. هي ثقافات عالمية للبزنس أخذ وكالات بالمنطقة. احنا عندنا السودان من أغنى الدول من ناحية المناطق الزراعية والإنتاج الحيواني والذهب. بس القوانين والتشريعات تحد من عمل الانتربرنورشيب. يعني عندنا مساحات زراعية خصبة جدا بس ما تقدر تشتغل فيها. تعال تكون شركة من البروسيس من البداية، من تكوين الشركة لين الضرائب، أنت بتعاني معاناة. بيعاملوا الانتربرنورشيب مثل أكبر رجل أعمال بالضرائب. مش معقول أنا كانتربرنورشيب تحط لي نسبة ضرائب مثل اللي بياخذها رجال اعمال. هي اهم نقطه
في كل البلدان انتربرينورشيب عندهم قوانين خاصة في تأسيس الشركات والضرائب. احنا عندنا التعامل واحد، انت رجل اعمال، انت انتربرينورشيب، هتدفع. صح، فكرة مهمة. خلت شباب انه ما تفكر اصلا تخش انتربرينورشيب، روح فتش على وظيفة. الان كل الكوادر اللي في السودان بتهاجر على اوروبا على دول الخليج بحثا عن وضع افضل. شكرا، وصلت الفكرة عن الضرائب وهي فكرة مهمة. طيب ايضا في هناك ميكروفون، الاخت رفع ايضا من البداية، استاذة نعمة. انا وراها قبل لك اثنين. واحدة. يعطيكم العافية. انا بدي اقول انه نحن بلبنان الناس بتربي اولادها لتبعتهم يشتغلوا برا كوادر، تدفع عليهم اموال طائله، وبالاخر هيدا النزيف كله بيروح على دول الخارج، لانه بكل بساطه الدوله ما بدها شبابها بلبنان. سياسات الدوله الاجتماعيه والاقتصاديه بلبنان مش بس بتهجر الشباب، ما بتعطيهم اي امل واي فرصه. تعطي مثلا الدوله بتستورد بلبنان اسمده زراعيه بمعايير اوروبيه، موجوده هيدي الاسمده بلبنان، بتنتجها شركات شبابيه صغيره عاملينها بسبب فرز النفايات. بتروح الدوله بتستورد من فيتنام، من ايطاليا، من دول اوروبيه بملايين الدولارات، وما بتاخذ وبتشتري هيدي المنتوجات من الشباب اللبناني عبر معامل الفرز الموجوده بلبنان. ايضا ضرب القطاعات، عم نحكي سياحه، عم نحكي بالاقتصاد اللبناني زراعه وصناعه، وعدم وجود اي سياسات بخصوص هذا الموضوع. الدوله ما بتدعم العمل الاول للشباب عبر دعم الشركات الصغيره او حتى دعم اي شركه ممكن تشغل شباب لبناني. فمن هون نحن غياب الدور التام للدوله اللبنانيه عن دعم الشباب اللبناني عم بيشهد اكبر نتيجه. شكرا لك جزيلا. اعتقد الوقت انتهى، بس باقي ناخذ بس مكالمه نسمع صوت عمان اذا سمحت لي، لان الوقت انتهى. بس يعني اقصى طبعا. وبعدين ننتقل للمنصة لأن الوقت تقريبا انتهى، إلا أن أنتم مش عايزين تايم الغداء، وقت الغداء فأنا أتفضل. خلص بقى. أنا كنت رافع إيدي من قبل بس سألت مش الحديث علي لو وصل لهون. أنا بس كنت بدي أضمن على شيء أساسي، إنه السلطة الموجودة كثير لها مصلحة يضل في موضوع الفساد بالتربية، وبتخلق عادة بكل دول العالم المتطورة موضوع التربية أو التعليم هو بيكون القطاع العام هو الأقوى بعدين القطاع الخاص. ولكن نحن بلبنان إذا بنضوي هذا الموضوع هن عم أول القطاع الخاص ويضعفوا القطاع العام، لأنه إحنا محل للي بوسع فيه على موضوع البطالة، ويضلوا هدول الطلاب من أيام المدرسة عم ياخذوا منها من الأحزاب السياسية ليوصلوا على الجامعات، ليوصلوا بعدين على التوظيف، ليضل في كمش لهذا الموضوع. اما بموضوع ريادة الأعمال بس يضوي على نقطة صغيرة كبيرة بلبنان، نحن أي حدا بلبنان بيقرر يفتح شركة صغيرة أو يبلش يستثمر، لأنه في هيمنة من السلطة السياسية على المحل، في قمع على موضوع ريادة الأعمال، وهذا الشيء بنرجع نروح على محل نفس المحل بعدنا، ضمن هذه الفساد الموجودة، عشان هيك نحن بدنا تربية على موضوع الفساد من الإدارات من المدارس الرسمية بالذات، وهذا الشيء أساسي لازم يعملوه بدعم قطاع المجتمع المحلي والجمعيات المدنية، ويكون الشغل على جمعيات على المدارس الرسمية. شكرا. ان شاء الله ان شاء الله. قولنا في البطاله، تفضل المكالمه الاخيره. اهلا وسهلا، سالم بشير ريان من سلطنه عمان. بالنسبه لعمان في عندنا مجموعه من المبادرات نقول اغلبها حكوميه بالنسبه لايجاد فرص للشباب في المجال الاقتصادي. وفي مجال رياده الاعمال عندنا هيئه لتنميه المؤسسات الصغيره والمتوسطه، وايضا صندوق رفق. هذه كلها يعني الصندوق يوفر دعم او يوفر قروض لاصحاب المشاريع، وايضا هيئه تنميه المؤسسات الصغيره والمتوسطه تنظم جانب رياده الاعمال في السلطنه. واخيرا كانت في مبادره ابكري كشراكه ما بين القطاع الخاص وما بين الحكومه ومؤسسات اخرى في ما بين الجامعات لايجاد حلول بالنسبه لمشاريع التخرج المتعلقه بالاي تي، بحيث انها تطلع السوق كمشاريع تجاريه، يعني لا تهمل وتضع في الخزانات ك يعني مجرد اوراق، وانما تنقل للسوق كافكار قابله للتطبيق، ويعني تطلع سواء السوق المحلي او السوق العالمي. شكرا. يعني تجربه ناجحه في عمان. طيب تفضل الرد هل تقول استاذ نادر بدايه او تفضل. طيب بس حاضر، بس نقطه واحده يلي نرجع لموضوع السياسات. يعني انا برايي انه
مشان ما ندرك هيك الاجتماع بدون ما يكون عندنا على الاقل طرح واحد بالنسبه للسياسه. نرجع على عمان تغيير، عم نحكي احنا على التنميه. ف اخذ وجهه نظر تنمويه بالنسبه لوضع السياسات وهي العلاقه بالدول كمان والمنظمات الدوليه اللي عم تساعدها. لما نحكي نحن عاده الحكومات عندهم انه ضوء اخضر ضوء احمر، انه امشي لا ما تمشي، لا سكر لا افتح. بصراحه بالنسبه مثلا للاخ من السودان يعني انه كل قوانين على كل المؤسسات، لا، في عندك مؤسسات متناهيه الصغر عندها قوانين المفروض تكون معينه على قياسها، وتتشجع انه تنمو وتصير صغيره، وتصير صغيره عندها قوانين على قياسها، وتشجع انه تصير متوسطه، انه تصير متوسطه يكون عندها قوانين على قياسها. نفس الموضوع بالنسبه للشباب وتطور عملهم في القطاع الخاص، كمان احنا عندنا مثلا الحد الادنى المجور مطبق بشكل كامل. الشاب اللي بيبلش شغل خليه يكون عندكم مثلا حد معين وصلاحيات معينه وشرف معين. شجعوا القطاع الخاص لياخذوا وجهه نظر تنمويه بالنسبه للشباب المسؤول، بحيث انه كل سنه او سنتين يعطوا الشاب فكره انه ممكن يتقدم يعمله من ناحيه الاجر، من ناحيه البدائل او اي شيء ثاني. والشريعة ممكن تساعد، ممكن توافق وتدعم عمل هذا الشيء، لأنه يكون في عنا مثلا حد معين أو أي أو لا أو صحة يعني بدل صحية بدل لا صحية. موضوع تدريجي بيساعد على نمو الشاب بوظيفته، بيساعد نمو الشركات بيعمل. فهي التوصية الأساسية بظن اللي ممكن نعملها. أعتقد هذه التوصية الأساسية اللي يقول الدكتور، عندنا ما أعتقدش في اضافات اخرى من المنصه حتى لو في اضافات اخرى يبدو ان الوقت انتهى. للاسف احنا لازم نوقف الجلسه الان، لانه لازم نتوجه على الفناء الخارجي. حيكون عندنا الان جلسه تصويريه مع تلفزيون دولتشا فيلا مع المقدم جعفر عبد الكريم، نعتذر سيد باهي، برنامج الشباب توك. فبنستاذن منكم من جميع الحضور والحفل الكريم ان تتفضلوا معنا على الجلسه المصوره. وشكرا للبانل. شكرا.